بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا العرض في كيفية نقل موضوع من ملف وورد إلى المنتدى. أولا، تقوم بفتحة صفحة المنتدى المطلوبة، وقد قمت بأخذ أي موضوع من موضوعات منارة أبي بن كعب، فتقوم بإضافة رد أول شيء. فتظهر لك الشاشة التالية، تقوم بوضع عنوان الرد، مثلا جواب 33، كل ما يتعلق برسم الهمزة أو ما يشابه ذلك. ثم تقوم بأخذ هذا الموضوع بتطليله من الوورد، فإن كان الموضوع طويلا وكان تطليله يتعب، فنكتفي بضغط كنترول A فيقوم باختيار كل الموضوع. كنترول A ثم كنترول C وهي كوبي، فيقوم بأخذ الموضوع، ثم نقوم بلصقه هنا وهو كنترول V، أو عن طريق كنترول V. بهذا يكون الموضوع قد وضع في الخانة المخصصة للكتابة، ثم نقوم باعتماد المشاركة فيتم رفع الموضوع. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.